إذن كملخص سريع، قلنا التي بي عبارة عن contagious disease، بينتقل من شخص إلى آخر، يكون الهيومن هو الريزرفوار تبع، بينتقل عن طريق السنيزينج وعن طريق الكافينج. التي بي من ناحية الأتيولوجي بتكون سببها مايكوبكتيريوم تيبركلوسز، معها خصائص مختلفة، لذلك نعتبرها آتيبيكال البكتيريا. التي بي ممكن يكون أكتف وممكن يكون ليتنت، معظم الناس بيكون عندهم ليتنت. تي بي بشكل عام صعب التشخيص وصعب المعالجة وصعب المتابعة، مورتاليتي عالية خصوصا في الدول النامية. ممكن عمل دياجنوسيس للتي بي بشكل عام عن طريق التيبركلين سكن تيست اللي سميناه بروفايل بروتين دريفاتيف، نعمل حقن الخمس وحدات بالفور ار ونسميها المانتوكس تكس، ونقرا النتائج بعد 48 الى 72 ساعة. او ممكن بستخدم كمان الشست اكس راي، يعني طبعا هذا ما فيش حاجه واحده، بستخدم كلهم مع بعض. فالتيبركلين سكن تيست ممكن استخدمها بالدياجنوسيس، ممكن استخدمها بالسكريننج. الشست اكس راي بستخدمها على اساس اشوف الانفلتريت. عاده البكتيريا بتعمل كولونايزيشن للابيكال اريا اوف ذا لانج اللي سميناها الابر لوب اوف ذا لانج، لاني بتكون عاده فيها اكسجين كثير. الكلينيكال برزنتيشن تستخدم في الدياجنوسيس. والسبيوتم باخذ منها الاسيد فاست باسيلاي يوميا لمده 3 ايام، وايضا ايش بنزرع السبيوتم ونشوف اذا فيه جروث للبكتيريا. وايضا في معانا الكوانتيفيرون، ممكن يستخدم خصوصا في الدول اللي موجود فيها الفاكسينيشن از روتين فاكسينيشن سكاجول في الاطفال. عاده الكوانتيفيرون يعتبر كبديل للتيبركلين سكن تيست. الكلينيكال برزنتيشن البيشنت عاده بيكون عندهم كف لمده اكثر من ثلاثه اسابيع، ممكن تكون البرودكتيف في البدايه تتحول الى برودكتيف. بيكون عندهم نايت سويتنج تعرق في الليل، بالاضافه لويت لوس لانه عندهم نقص في الشهيه، ولو جريد فيفر، وفي الحاله السيفير ممكن يعملوا اشف اب بلاد. التي بي بنقسمها لليتنت واكتف. الليتنت تي بي عاده بنعالجها اما بالايزونيازيد 300 ملغرام او بالريفان بي، واذا كان البيشنت على بولي فارماسي ممكن نستخدم الريفابيوتي لانه لس دراج انتر اكشن، والديوريشن لمده 4 اشهر، بينما الايزونيازيد لمده 6 الى 9 اشهر. وممكن استخدم دوائين مع بعض، الريفابنتين مع الايزونيازيد 900 و900 ملغرام اسبوعيا، اجراء اسبوعيا لمده 3 اشهر. بس عاده الليتن تي بي اللي عنده ليتن تي بي ما فيش عنده سمتومز، والشست اكس ري بتكون نيجاتيف عاده، بس فقط التيبركلين سكن تيست بتكون بوزيتيف، بس بشرط ان البيشنت ما اخذش فاكسينيشن او بضطر انه اعمل لها الكوانتيفيرون. فالكوانتيفيرون يعتبر بديل للتيبركلين سكن تيست. اما بالنسبه للاكتيف تي بي، البيشنت بيكون عندهم لازم امشيهم على 4 ادويه لمده شهرين. هذا الـ4 الادويه الايزونيازيد 300 ملغرام يوميا، ريفامبين 600 ملغرام يوميا، او البيرازينامايد بتكون بناء على وزن البيشنت هي والايثامبيوتول. بعد الشهرين بوقف الادويه اللي هي البيرازينامايد بنوقفها والايثامبيوتول، ونكمل على الايزونيازيد والريفامبين بالجرعة المعطاة من البدايه لمده 4 اشهر، بتكون التوتال ديوريشن 6 اشهر. اما في حاله المالتي دراج ريزيستنت تي بي بنعالج البيشنت لمده 2 او 20 شهر. فال20 شهر بنستخدم ادويه بناء على الكلتشر ريزلت، بنصمم خطه معالجه مكونه من 5 ادويه بناء على السنسيتيفيتي داتا لمده 8 اشهر، بعدين بنكمل المعالجه ب3 الى 4 ادويه، بنكمل لمده 20 شهر او لمده 2. التيبركلين سكن تيست بنفسرها بناء على الانديوريشن وبناء على الريسك فاكتورز، بنعتبرها بوزيتيف اذا كان الانديوريشن اكثر من 5 مليمتر والبيشنت عنده اتش اي في او كان كلوز كونتاكت او كان ماشي على امينو سبرسف ثيرابي، ونعتبر ال10 مليمتر بوزيتيف اذا كان البيشنت تشيلدرن او ريزيدنت في هيلث كير سنتر، او كان ايميجرانت لا منطقه موبوءه، والاي في دراج يوزرز يعتبرهم بوزيتيف ايضا. ايضا ال15 نعتبرها بوزيتيف بغض النظر عن الريسك فاكتورز. وتكلمنا ايضا على انه البيشنت ممكن اوقف الانتي تي بي ميديكيشنز اذا كان البيشنت عنده واحده من هؤلاء الكرايتيريا، انه الترانس امينيز اي اس تي ال تي ارتفعت 5 اضعاف من البيس لاين، او الترانس امينيز ارتفع 3 اضعاف مع وجود سمتومز، او البلوروبين ارتفع ل 3 ملغرام يعني بيكون تقريبا 10 اضعاف. الحوامل عاده بنعالجها ب3 ادويه، ايثامبيوتول، ريفامبين، ايزونيازايد لمده 9 اشهر. سي ان اس تي بي بنعالجه لمده 12 شهر، والسوفت تيشو بنعالج بالستاندرد دوز لمده 6 اشهر، والاطفال من 6 الى 9 اشهر حسب الاكسبيرت اوبينيون، والبون تي بي بنعالج لمده 9 اشهر. احنا كذا خلصنا